البرنامج برعاية مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي طبيب اليوم في كل مكان. الحقيقة الطب في عصرنا ده لا يقف عند حد معين، ليس له أفاق، ودي بقت ميزة الحقيقة مهمة جدا للبشرية. كل يوم في جديد، وكل يوم في تطور، وكل يوم في علاجات لأمراض كانت مستعصية. فقرتنا النهاردة هتلقي الضوء على تقنية وطفرة علمية فتحت أبواب الأمل قدام الكتير جدا من المرضى اللي اتحرموا من نعمة الأطفال. التقنية دي بتحتاج ليد ماهرة وبتحتاج لخبرة كافية تقدر ان هي تحدد عوامل نجاحها واسباب فشلها. هذه التقنية من كتر ما هي مهمة لينا وقفات معاها لن تنتهي. مهمة جدا من خلال طبيب اليوم ان احنا نقدم لحضراتكم المعلومة بشكل مبسط ومنهجي. هنتكلم الحقن المجهري خطوة بخطوة مع ضيفي في هذه الفقرة، القيمة العلمية والطبية الكبيرة الدكتور عبد اللطيف سويلم، أستاذ العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري، استشاري جراحة المناظير وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة. محاور الحلقة: إمتى نلجأ إلى الحقن المجهري وعوامل نجاح عمليات الحقن المجهري. اهلا وسهلا يا دكتور، منورنا. دي اول اطلاله لحضرتك من خلال الله. طبيب اليوم ان شاء الله ما تكونش اخر اطلاله. ان شاء الله ان شاء الله يا دكتور. خلينا نبتدي خطوه بخطوه كده مع الناس، لانه الحقيقه هذه التقنيه لن نمل من الحديث عنها ولن نمل من الكلام في تفاصيلها. مهمه وتفاصيلها يعني اكثر اهميه منها، لانه اكيد كل حالة بتختلف عن التانية، واللي ينفع معاه حقن مجهري ممكن ما ينفعش مع غيره. طبعا. دلوقتي لما بيجي لحضرتك المريض، ايه العوامل اللي على اساسها تبتدي تحدد تقول ده حقن مجهري، تقول ده حقن مجهري او غيره او محتاج التقنية دي؟ تمام. هو في البداية كده لما نقول اي زوجين اتجوزوا، احنا عندنا 80% من الازواج في اول سنة بيحملوا عادي. بس هو الانتظار، لأنه عدم الانتظار والرغبة والتسرع في حدوث الحمل في الشهور الأولى، بعد شهر، بعد اثنين، بعد ثلاثة أو خمسة، ده يؤدي إلى عواقب وخيمة من علاجات غير مظبوطة تؤدي إلى مشاكل فيما بعد. وده اللي بيحصل يا دكتور. وهي ممكن تبقى هتحمل طبيعي وتتجرجر بعد كده إلى الحقن المجهري. طب لحظة، هي ممكن تحمل طبيعي وتتجرجر للحقن المجهري، ده هيضر؟ لا ما يضرش. امال ايه؟ لا ما يضرش، بس ممكن يحدث مشكله من العلاجات الخاطئه تؤدي فيما بعد الى تكون هي دي سبب من اسباب الحقن المجهري، لان مش اي زوجين هقول لهم انتوا حقن مجهري على طول. مظبوط، اكيد طبعا. وعند ال 20% الباقيين، لو انا انتظرت سنه عليهم بقى 10% منهم بيحملوا، وال 10% التانيين بيحملوا طبيعي تماما، والعشرة في الميتين بيحتاجوا بقى واطفال الانابيب. يبقى اذا مش معقوله ان كل اللي جاي متاخر عايز يدخل يعمل على طول حقن مجاري او اطفال انابيب. تمام. وطبعا دايما بنقول الفحص بتم للزوجين، مش واحد والتاني لا، لانه لازم تبقى المشكله معروفه ما بين الاثنين وحلها ما بين الاثنين. غير كده ما ينفعش خالص. تمام. إذا خدنا ده في الاعتبار، يبقى إذا هقول إنه خلينا في 10% اللي هم محتاجين علاجات، وهنقول من 10% اللي محتاجين علاجات إمتى أقول دي محتاجة حقن مجهري؟ بداية هقول في أسباب في الزوجة وفي أسباب في الزوج. أسباب الزوجة اللي هو قد يكون مشكلة في التبويض، ومشكلة التبويض دي أشهرها اللي هو تكيس المبيضين، وده بقى منتشر يا دكتور. منتشر جدا، بقى منتشر جدا من التوتر، من التوترات، من أسلوب الأكل،
من التلوثات أو عوامل البيئة، وقد يكون له أيضا عامل فاميلي يعني عيلة وراثي عندها، وتؤدي إلى الأم الأبناء مش كده يعني. ده بالنسبة لتكيس المبيضين. برضو تكيس المبيضين ده من المواضيع اللي هنتكلم فيها فيما بعد يعني في بالتفصيل. حلقات أخرى بالتفصيل تمام. وعلاجه وأسبابه والكلام ده. برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى موجودة في المبيض اللي هو بطانة الرحم المهاجرة، اللي هو الناس دايما تسمع عنها اليومين دول، والرعب الأزلي، وأي واحدة بتيجي للدكتور روحي أنت عندك بطانة رحم مهاجرة، اجري، ده انت ما هتبوظ لك الحقن المجهري، انت مش عارف ايه، انت ايه، انت ايه، كلام يعني مش مظبوط في معظمه. وهي بطانة الرحم المهاجرة لا لا ينفع معاها حقن مجهري؟ لا طبعا ما ينفعش. لا طبعا ينفع معاها حقن مجهري، بس ما هو هي قد تكون هي بطانة الرحم المهاجرة هي سبب من اسباب تأخر الانجاب عند الزوجة. ولكن مش كل اللي عندهم بطانة رحم مهاجرة بمحتاجة حقن مجهري. حسب الحالة بالظبط، على حسب الحالة. احنا هنا بنتكلم في الخصوصية. يعني مفيش حد يعمم الفحص اللي عنده بان هو ده عام عند الناس كلها. واللي ينفع معاه حقن مجهري ممكن ما ينفعش مع غيره. وممكن اللي ينفع معاه يستنى شويه وفي غيره فورا بيتم الحمل من اول مره. ده وارد. بالظبط ده وارد. علشان الناس بس ما تقلقش. بالظبط. وتهدى كده وتعرف ان كل حاجه ليها حل. توصل بس الدكتور يعني الصح وتبتدي العلاج الصح وتظبط. احنا في نهايه ما بقاش في صبر في يا دكتور. بالظبط في نهايه الموضوع. احنا امتى بنوصل للحقن المجهري؟ يوم ما نستنفذ كل العلاجات التراديشنال اللي هي العلاجات التقليدية، العلاجات العادية اللي موجودة واستنفذت بالنسبة للزوجين دول. في الحالة دي خلاص انا هلجأ للحقن المجهري او اطفال الانابيب. طيب قلنا بقى بدأ الحقن المجهري، كيف تتم هذه التقنية بقى خطوة بخطوة يا دكتور؟ بداية كده طبعا لازم التاريخ المرضي يتاخد مظبوط. لازم التشخيص يكون كويس. التشخيص ده بالنسبة للزوجين. بالنسبة للزوج هو سائل منوي. سائل منوي بتاعه على حسب الحيوانات المنوية بتاعته. وإذا كان فيه حيوانات منوية أو أحيانا يبقى ما فيش حيوانات منوية والحيوانات المنوية موجودة في الخصيتين. برضو لازم نعرف يعني إيه الحيوان المنوي الطبيعي بالنسبة للرجل. الطبيعي بالنسبة للرجل لازم يبقى عندي على الأقل 15 مليون حيوان منوي في السنتي في المل الواحد. وعندي حركة الحيوانات المنوية 40%، والأربعين في المية دي اللي هو الحركة السريعة والحركة البطيئة، لو ما جمعهم مع بعض يبقى 40%. أو عندي على الأقل 30% حيوانات منوية سريعة. ونسب التشوهات في الحيوانات المنوية لو عندي 4% من ده كله طبيعي، هقول ده الرجل ده ممكن يخلف طبيعي. يبقى إذن ده المواصفات الطبيعية بتاعت الـ WHO اللي قالتها بالنسبة للحيوانات المنوية. ده واحد، لأن احنا بنشوف حاجات كثيرة جدا يروح بالتقرير حاجة زي كده، مثلا 15 مليون نسب التشوهات 96% عندك، وتبص تلاقي عليها علامة نسب التشوهات عالية، هو ده اللي مأخر الحمل، هو ده. لا ده ما بأخرش حمل، لأن الرجل ده ممكن يخلف طبيعي. تمام. أو مفيش حيوانات منوية في الخصية، في الحالة دي أحيانا بنستخرجها أو بنعمل عينة من الخصية ونستخرج الحيوان المنوي ونعمل بيه حقن مجهري. تمام. طيب يبقى مشكلة الزوج معروفة، نيجي نقول بقى مشكلة الزوجة احنا لابد من الفحص بعد ما ناخد الفحص الكلينيكي بتاع الزوجة عشان نشوف ايه العيوب اللي موجودة. واهم حاجة من الفحص ده هو الموجات الصوتية. الموجات فوق الصوتية، جهاز الموجات فوق الصوتية ده بيبين لي الرحم، بيبين لي عنق الرحم، بيبين لي القناة المبيضين تماما. وإذا كان فيه أكياس موجودة في المبيض أو مثلا أورام ليفية في المبيض أو كده. وممكن يبين الأنبوبة في حالة واحدة بس، إذا كانت الأنبوبة دي فيها سائل.
بعد كده قد تكون معها أشعة، محتاجة أشعة أو محتاجة منظار، سواء كان منظار بطن أو منظار رحم، ده من ضمن الفحوصات اللي بتتعمل. جميل. الحاجة التانية ما يبقاش عندها، لازم أعرف التاريخ المرضي، هل عندها سكر، هل عندها القلب، هل عندها أي أمراض مزمنة أخرى، الكلى، أي حاجة من الحاجات دي برضو مهم أن أنا أخدها في الاعتبار. ممكن تكون عائق؟ طبعا طبعا، ولازم تتظبط قبل ما أعمل أي حاجة. تمام. بعد كده بندخل في عملية التحاليل الطبية. التحاليل الطبية هي عبارة عن تحاليل هرمونية للهرمونات التي تتحكم في التبويض، وأهم هذه الهرمونات اللي هو هرمون الـ FSH والـ LH، وفي حاجة اسمها AMH. تمام. دول بيتعملوا تاني أو تالت يوم الدورة الشهرية، واللي بيها بعرف منها الأوفيريان ريزيرف اللي هو مخزون البويضات في المبيضين، لأنه مخزون البويضات ده مهم جدا إن أنا أعرفه قبل ما أبدأ عملية التنشيط أو دخول في تنشيط المبيضين. مهم جدا من حضرتك ذكرته، إن أنا بعمل لهم تخصيب خارج الجسم. يبقى إذن عملية التنشيط واحدة، عملية التقاط البويضات واحدة، الفحوصات كلها واحدة في الاثنين، في الحقن المجهري والأطفال الأنبي. بالضبط. ومتابعة التبويض واحدة في الاثنين، واجي بقى في خطوة في المعمل اللي هي هي دي اللي هتحدد الفرق بقى دكتور. باخد في أطفال الأنابيب العادية باخد الحيوان المنوي وحطه على البويضة، فهو يخترق البويضة لوحده. تمام. يبقى إذن ده عبارة عن اختيار طبيعي، ولكن له مواصفات. إيه هي المواصفات دي؟ إنه يبقى عندي ما يقرب من فوق الستة آلاف حيوان منوي سليم وبيتحرك حركة سريعة لكل بويضة. كنا زمان بنقول 20 و25 ألف، دلوقتي مع طرق الزراعة الجديدة بقى ممكن يبقى 6000 حيوان منوي بس بيتحرك حركة سريعة وسليم وغير مشوه. جميل. ده الايه بقى، حقن ولا ده للأطفال الأنابيب؟ الأنابيب، عشان الناس تبقى فاهمة حضرتك بتتكلم تاني على ايه بالظبط. لأنه في بعض الحالات هو في مشكلة برضو في الأطفال الأنابيب العادية، ان انا ممكن اعمل كده واحط وما يحصلش تخصيب للبويضة اطلاقا، يعني الحيوان المنوي لا يستطيع اختراق هذه البويضة واحداث التخصيب لمشكلة في الحيوان المنوي. هذه المشكلة قد تكون في رأس الحيوان المنوي نفسه، فيها عيوب خلقية كده معينة، في الانزيمات اللي بتساعد الحيوان المنوي على ان هو يدوب الجدار الخارجي للبويضة ويدخل جوه البويضة ويعمل التخصيب، قد يكون ده سبب. وعلشان كده انتشرت عملية الحقن المجهري. طب ما انا اخده بقى بدل ما احطه هو ويدخل هو بنفسه، لا بلاش اتعبه، انا هاخده بالإبرة من الحيوانات المنوية بالإبرة واحقنه داخل البويضة بإيدي بقى. دي بقى الحقن المجهري، هو ده بقى الحقن المجهري. يعني تقصد انه بتفضل الحقن المجهري عامة عن الأنابيب؟ في الغالب كده، في الغالب، خلينا نقول في الغالب طبعا، في الغالب كل حالة ولها خصوصيتها، في الغالب كده انه الحقن المجهري اكثر فعالية. علشان يعني اتكلم واكون دقيق علميا، هناك جدل في هذا الموضوع. في ناس بتقول لا لازم يبقى في عندي أطفال أنابيب وحقن مجهري، وفي ناس بتقول تفضل حقن المجهري على طول. ليه؟ لأنه أنا برضو لو حطيت الحيوانات المنوية جوه البويضة على البويضة وهي ما اخترقتش وما حصلش تخصيب، إيه الحل؟ باظت الدورة على السيدة أكيد. ولكن لما أخد الحيوان المنوي وأدخله بيده، هنا بقى يحتاج إيه؟ الفرق بين ده وده وده وده. أيوة، لانه ناس كتير عايزه تفهم الجزئيه دي تحديدا يا دكتور. في مهاره وعلم الدكتور بتاع المعمل اللي هو بتاع الاجنه ده ازاي بيحقن وطريقه الحقن، وبرضه قبليه مهاره الدكتور، لانه هو يعتمد على اعطاء بويضه سليمه 100%. يعني بالتالي نسب الحمل هتبقى عالية. يبقى إذن زي ما بقول يعني في المثل الديني مش عارف إيه علشان أدي لك إيه،
فهو ده الدين بويضات كويسه هطلع لك اجنه كويسه، يبقى ده بيزود نسب الحمل في الـ وديني دكتور ماهر وعنده خبره. هو ده ومعمل بقى ومعمل جيد بقى، معمل اطفال انابيب جيد مجهز. هذا تجهيز المعمل برضو له مواصفات يعني جامده، لازم التعقيم، لازم درجة حرارة معينة بالظبط، الكلام ده أجهزة فائقة الجودة والدقة وعدد كبير من الحضانات، لأنه فتح باب الحضانة وقفل باب الحضانة ده قد يؤثر على الكواليتي بتاعت الأجنة، وبالتالي أي خلل في 1/10 أو 2/10 في درجة الحرارة أو ما يسمى البي اتش اللي هو درجة الحموضة والقلوية بتاعت السائل اللي الجنين ده مزروع فيه، يؤدي إلى خلل في نمو الجنين ويؤدي إلى ضعف في الجنين، وقد يبدو الجنين وأنا بفحصه قدامي تحت الميكروسكوب جيد ولكن ما عندوش المقدرة على الالتصاق في بطانة الرحم. بذن هي عملية كلها متناغمة مع بعضيها، ولازم يبقى كأنه تيم بيعزف سيمفونية، مفيش مش مفروض انه يبقى في حد من اللي بيعزفوا دول يبقى بيعزف نغمة نشاز اطلاقا. انا مستمتعة بطريقة تقديمك يا دكتور لهذه التقنية بهذا التبسيط، ده شيء رائع. يعني اكيد في حالات بتيجي لحضرتك ما بينفعش معاها خالص حقن الجهاز، حلها ايه؟ انابيب هيبقى الانابيب، ولكن يعني ما ينفعش معاها ايه حقن مجهري، الحالات اللي ما ينفعش معاها ايه حقن مجهري هو قد يكون اللي عندنا هم حاجتين اتنين، اللي هو لاما مشكله في الرحم والمشكله دي يعني مضيعة بطانة الرحم تماما، غير بطانة الرحم المهاجرة والتكيسات، ممكن الأورام الليفية اللي بتبقى موجودة عند كثير من السيدات بالضبط، وده برضو إذا وجدت، ما هو ده أهمية الفحص بالموجات فوق الصوتية المهبلية، ده لازم تتعمل علشان أشوف لو كان في أورام ليفية. طب والأورام الليفية حجمها إيه؟ والأورام الليفية مكانها فين بالنسبة لتجويف الرحم؟ وده لو ده حصل حضرتك ساعتها طبعاً هتعمل عملية لإزالة هذه الأورام الأول طبعاً، وبعد كده ممكن طبعاً تقول لها ينفع معك حقن مجهري، إنما مش بتديها على طول كده تقول لها لا 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 ما ينفعش، لازم إعداد الأول. يعني في ناس حرام بيحبطوا أو في بعض الأطباء بيحبطوهم، أنت لا مش هينفع، طب ما أقول لها إيه لو عندها تكيسات؟ ما هي ممكن تزال دلوقتي جراحة المناظير، وحضرتك أستاذ ومتخصص في هذا، لو عندها أورام ليفية طب ما هي ممكن تتشال، لازم تتشال ولا إيه دكتور؟ بالظبط ده لازم، وبعدين بتعمل دلوقتي ممكن تتشال بالمنصار وحتى لو كان في أورام ليفية موجودة في تجويف الرحم دي ممكن تتشال بالمنظار، منظار الرحم مش محتاجة منظار بطن عشان أشيل، لكن دي تتشال بالمنظار اللي هو منظار الرحم. لو كان عند الأنابيب فيها تضخم وسائل هنا تتشال الانابيب. هنا يعني عايز يا فندم معلش يعني ايه الانابيب فيها تضخم اللي هو وسائل؟ قناه فالوب قناه فالوب دي هي الموصله ما بين المبيض وما بين الرحم. هذه القناه بقى، هذه القناه احيانا يحدث التهابات فيها لاي سبب من الاسباب، هذه الالتهابات قد تكون شديده تؤدي الى انسداد في هذه القناه وتكوين سائل داخل هذه القناه. هذا السائل إذا احنا فرض ان احنا حطينا الأجنة، عملنا طفل أنابيب أو حقن مجهري لهذه السيدة ونقلنا الأجنة داخل تجويف الرحم، السائل ده حينزل من الأنبوبة على الجنين، فبالتالي هيؤدي إلى عدم التصاقه، يبقى هنا مش هيحصل حمل. يبقى وجب الأول ان انا اشيل الأنبوبة او اعمل فصل ليها عن الرحم قبل ما اعمل. لكن هنا برضو في حاجة مهمة جدا جدا، ايه هي؟ بيجي يقولوا لي ايه ما انا عندي التصاقات ليه ما شلتش الانبوبة؟ لا، الانبوبة ما تتشالش لمجرد وجود التصاقات، الانبوبة تتشال اذا كان في هناك انتفاخ او مية او دم او اي سائل من السوائل دي موجودة، هنا تتشال. يعني في حالات حتى
شخصناها بانه في انبوبه فيها تضخم والانبوبه الثانيه سليم. مجرد ان احنا شلنا هذه الانبوبه حصل حمل عادي وحمل طبيعي خالص خالص وما احتاجتش ان احنا نعمل حقن مجاري طالما الانبوبه الاخرى سليمه تماما. تمام. يعني مبدئيا ما فيش حالات بتيجي لحضرتك وبتقول لها ما ينفعش معاكي لا حقن مجاري ولا انابيب؟ في طبعا. انا هقول لحضرتك بصراحه يعني ايه الادوات او المواد الخام بتاعت اللي انا بشتغل بيها في الحقن المجاري؟ البويضه والحيون المنوي. اذا لم توجد البويضه هشتغل بايه؟ طب اذا لم يوجد الحيون المنوي هشتغل بايه؟ والحيون المنوي علشان اقول مش موجود مفيش بويضات او علشان اقول مفيش حيون منوي ده ما بيتمش كده. ده بيتم بفحوصات اللي هو بنسميها تحديد مخزون البويضات في المبيضين. والتاني ممكن نعمل عينة من الخصية والعينة دي قد بتبقى عينة ميكروسكوبية للتفتيش في كافة يعني مناطق الخصية علشان نستخلص الحيون المنوي. في بعض الناس خلاص ما فيش. هنا بقى اللي طلع في الناحيتين وده برضو انا عايز انوه عنه. في حاجتين طلعوا اللي هو الخلايا ما يسمى بالخلايا الجذعيه. ودي ثوره تانية جديده بعلم له وادواته وتفاصيله. بس اللي انا عايز اقوله هنا برضو حاجه مهمه جدا جدا جدا. في نجاح في حيوان منوي ظهر في بعض الحالات طلعت بويضات ولكن الى الان لم يحدث حمل بتاتا منها. ادي واحد. نمرة اتنين، هذه التقنية ما زالت في المعامل وقيد البحث. التجارب. نعم. والبحث. نعم. يبقى إذن لا يجب أن تعمم في أنا مثلا في المركز بتاعي. ما أقدرش أقول والله تعالى ما أعمل لك خلايا جذعية علشان المبيض أو أعمل لك خلايا جذعية علشان الحيوان المنوي. يبقى ده كلام مش مظبوط. لازم تكون خرجت من 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 بالزبط. من البحث بالزبط. الى التجربه عشان نتكلم خلاص. زي دول اوروبا ما تعميم بقى. تمام. الحقيقه عايزه اقول انه برغم يعني انه احيانا بنقدم عنوان واحد في كل فقره لكن صدقوني بيبقى فيه معلومات مختلفه حتى لو كان نفس العنوان. الطريقه مختلفه والمعلومات مختلفه وده في النهاية بيصب في صالح المشاهد. تابعوا طبيب اليوم وكل يوم هتشوفوا فيه جديد. أنا بتوجه بكل الشكر للدكتور عبد اللطيف سويلم أستاذ العقم وأطفال الأنابيب والحقن المجهري واستشاري جراحة المناظير وعضو الجمعية الأوروبية للخصوبة. شكرا يا دكتور نورتنا. شكرا. وشكرا على طريقتك في السلاسة. المواضيع بتبقى صعبة لكن طريقة التقديم والتوصيل للناس مهمة جدا. شكرا. ودي شغلتنا من خلال النهار اليوم. طبعا طبعا. بشكركم. أشوفكم غدا على خير. إلى اللقاء. Thank you.